يا اهلا وسهلا بمستمعينا الحلوين اللي استحشناهم برشا وعنا مده طويله ما تلقيناش معاهم. نعودوا لهم من جديد عبر امواج اذاعتكم المفضله الاذاعه الاولى للصحه بالقيروان. الاذاعه الاولى بالصحه تتحفكم كل عشيه سبت ان شاء الله من الاربعه للسته ببرنامج جديد اخترنا له عنوان مع المايسترو. برنامج مع المايسترو حبينا نسلط فيه الضوء على يعني مهمة كبيرة يقوم بها كل قائد فرقة ويكون دائما وراء الأضواء وراء الستار، يكون يعني بعيد عن الأضواء، لكن حبينا احنا من هذا المنطلق نسلط عليه الضوء ونشوفه كيفاش يدرب، كيفاش ينفذ، كيفاش يخدم، كيفاش يوصل العمل الفني إلى جميع المتابعين. إذن أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في هذه الحصة وفي هذا البرنامج. سنسلط الضوء مع بعضنا على قامات كبيرة في تونس وفي الوطن العربي من ناس اللي خدموا برشا واعطوا برشا للموسيقى التونسية والعربية. باش يكون عنا برشا ضيوف، باش يكون عنا برشا فن، برشا موسيقى، برشا خدمة باش نتحفوكم بها، وماذا بينا تتفاعلوا معنا وماذا بينا نسمعوا آراءكم وأصواتكم. أصواتكم توصلنا عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة في أم على رقم التليفون 70 035 120، وإلا على الموقع حياة فام على الانترنت على اللايف ستريمينج. أهلا وسهلا بجميع المشاهدين والمتابعين عبر موجات الأثير. إذن في هذه الحصة باش يكون عنا قامة كبيرة تونسية، حبينا طبعا نخدم الموسيقى التونسية التي في حاجة إلى أن نتدارسها مع بعضنا ونحاول نسلط عليها شوية الضوء. اخترنا لكم المايسترو الكبير الفنان المرحوم قدور سرارفي. قدور سرارفي هو قامة فنية ما شاء الله، باش نحاول نحكيه شوية ونعرفه شكونه قدور سرارفي وشنية انتاجاته، شنية مساهماته في إثراء الساحة الفنية الوطنية والعربية والمغاربية. وعليش قلت المغاربية؟ لأنه الفنان قدور سرارفي كان عنده إشعاع في جميع دول المغرب العربي الشقيق. ولهذا الغرض إن شاء الله باش تكون الحلقة يعني ممتعة، سيؤمنها لكم تقنيا أيمن ليجا، والإخراج الرقمي سيكون من تأمين المهندس الأنيق محمد سيف الدين بولعراس. أهلا وسهلا، تحية لكم أيمن وسيف الدين. كالعادة إن شاء الله باش يكون يسلط معايا الضوء على أهم هذه المحتويات كرونيكور الحصة مراد بشير. اهلا وسهلا سي مراد. اهلا سفيان، مرحبا بك. مرحبا بك جميع المستمعين. اذا بعد ما قدمت لكم سي مراد انتم تعرفوه وهو غني عن التعريف، باش يكون بعد شويه ان شاء الله عندنا ضيف المايسترو، ستكتشفوه ان شاء الله، باش نكتشفوه مع بعضنا وقت تجي فقره ضيف المايسترو. وبعد شويه ان شاء الله باش يكون عندنا اتصال مع المايسترو القدير او القديره امينه سرارفي. امينه سرارفي هي بالطبع أيضا غنية عن التعريف، هي رفعت مشعل المايسترو النسائي في تونس وفي العالم العربي سي مراد كما قلت. وكان لها يعني الشرف أنها تقود أول فرقة نسائية تونسية وعربية. نعم، كان لنا شرف أن تبعنا الكثير من أعمالها، وأعمالها دخلت يعني تاريخ الموسيقى التونسية. إن شاء الله لما تكون معانا جاهزة على التليفون، هي بالطبع في الانتظار إن شاء الله، حبيت نتواصل معها ونسلم عليها أول شيء ونقولها عسلامة مدام أمينة، مرحبا بك. عسلامة ومرحبا، مرحبا بأهلي قروان و... أهلا وسهلا، وإذا عدكم تحقونا جديدة إن شاء الله كل النجاح إن شاء الله. ربي فضلك وسعداء بتلقي صوتك الحلو اللي استحشناه. انت كنت تشرفنا في كثير من المواعيد والمناسبات في القيروان، وان شاء الله تتجدد معك ايضا السهرات والمناسبات الحلوه. وان شاء الله حبينا نحكيه على والدك في ذكرى ميلاده. نعرفوا انه قلت البارح 19 جانفي كان عيد ميلاد الوالد اللي هو مولود في هذا التاريخ. 19 جانفي 1913. إذن معناتها
110 سنين. 100 اكثر من مئويه، مئويه وعشريه. ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، واسمه نقش بماء من الذهب في تاريخ الموسيقى التونسيه والمغاربيه والعربيه. وانت وصلت المشعل وحملت المشعل على المرحوم قدور اسرار في، يعطيك الصحه مدام امينه، من خلالك نكرموا المراه العربيه والمراه التونسيه، لانه اللي قمت به انت ايضا في ميدان الموسيقى ما هواش شويه بالكل، ان شاء الله نحكيوا عليه تباعا مع بعضنا في هذه الامسيه. وقبل ما نبداو في حوارنا معك، باش نمروا لك يعني بورتري هكا مختصر على الوالد، لانه كان باش نعمل بورتري كبير يحب لنا ممكن وقت طويل، اذا عملنا شويه اختصار تسمع معنا شويه البورتري هذايا وتعطينا رايك. تفضل. بورتري مع المايسترو. مع المايسترو. المرحوم قدور السرارفي مولود في 19 جانفي 1913، كبر وترعرع في وسط فني بامتياز. خوه الكبير محمد كان قائد الفرقة الإسلامية النحاسية. المرحوم قدور السرارفي كان مغروم بالآلات الوترية كيما المندولين والربابة، الكمانجا والبيانو، وفي الأخر اختار الأميرة الساحرة. لهنا نحكيو على الكمانجا. إي نعم، الكمانجا اللي استحوذت على اهتمام الشاب المغروم قدور السرارفي، واللي قرر باش يتعلمها على أصولها وعلى يدين مختصين أمثال العازف الإيطالي رافاييلو. الشيء اللي خلاه يتميز ويبدع خاصة في الأسلوب التونسي، وكان يلقب بأمير الكمان. المرحوم الفنان قدور السرارفي تميز بقيادة أشهر الفرق الموسيقية كما فرقة الخضرة لعلي الرياحي، وفرقة المعهد الرشيدي، وفرقة الإذاعة الوطنية، وبعدين أسس فرقته الخاصة به شباب الفن. قدور السرارفي عنده أكثر من 250 لحن، من بينها ساق نجعك ساق للمرحومة صليحة، وغناية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة للمرحوم مصطفى الشرفي، وغناية لله محلة الطفولة للمطرب الكبير عز الدين إدير، ومن كلمات شاعر تونس الأول أبو القاسم الشابي. هذا بخلاف العديد والعديد من المعزوفات الحلوة كما معزوفة فرحة. وإحنا اليوم كلنا سعادة وفرحة بتخصيص الحصة هذه من برنامج مع المايسترو للحديث حول المرحوم الفنان قدور السرارفي. بورتري مع المايسترو. مع المايسترو. إذن هذا ملخص بسيط عملناه، يعني إن شاء الله نكونوا قد لمينا فيه المام ولو ما هوش كامل بالفنان المرحوم قدور سرارفي. أختي أمينة، شو رأيك في البورتري اللي عملناه؟ لا بي ما نصحح لكم بعض الأخطاء. أكيد، تفضل قولي. شباب الفن تعملت وقت اللي هو منزل صغير مع تاجان في سنة 45 أو 42، ومع كان وقتها معاه سي علي سريتي بالعود، مع تذيكا من الأول بالكل، وبعد فرقة في البدايات، وبعد فرقة علي ريحي، ما اسمهاش فرقة الخضرة، اسمها فرقة علي ريحي فقط. وفرقة الخضرة جات في الخمسينات، وهو اللي كونها قدور سرارفي، وهي من أول الفرق اللي كانت تحمل 60 عضو، وكانت كبيرة برشا، فيها عازفين وراقصين ومطربين. هذا هو اللي معناتها كان معناتها فيه تصحيح شوي. إذا فرقة الخضرة هي فرقة كبيرة متكونة من تقريبا 60 عنصر. أول فرقة اللي تكونت في تونس، وبك الضخمة ذيك معناتها 60 عنصر فيها، وفيها راقصين، وكان يعمل وكانوا فما معناتها برشا كرياسيون فيها، ومعناتها جاب وصل حتى قدر سرارفي يجيب راقصات من 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 باريس. أيوة. معناتها باش يكونوا في الوان، معناتها سيتي غرانديوز، معناتها هو كان سابق عصره هو. أيوة. الفرقه الكبيره سيتي لافونغاردي. إذا نجم نقول أن الفرقة هذه فيها نوع من الاستعراض، فرقة استعراضية نجم نقول. بالطبع. استعراضية فيها أول فرقة في تونس معناتها كان فيها معناتها النوعية هذه نتاع الاستعراض، هو كان متفتح برشا، وكما قالت هي غلطت بركة في الاسم نتاع الأستاذ نتاعو الإيطالي اسمه رافائيل سيرينو.
رافائيل سترينو اسمه. بالضبط اي نحن مونك اي الايطالي. معناتها قدر سالفي كان التكوين نتاعو غربي وشرقي. 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 علي درويش الحلبي ايضا اخذ على الفنان اللي جا لتونس بيان سور علي درويش الحلبي واخذوا عليه كثير من الفنانين في علي درويش خذ كل معناتها كل ما يخص المقامات الشرقيه الشرقيه اي وسي محمد غانم اخذ عليه آلة الرباب معناتها هو تعلم عليه آلة الرباب هو معناتها ممتاز معناتها عازف ممتاز على آلة الرباب ايوه فالتكوين نتاعو الغربي هذاك خليه هو ديما متفتح معناتها يشوف في وقته في الخمسينات توصل باش تعمل معناتها هك فرقه كيما كيك تكونها وكانت كبير كبار المطربين معاه من صليح صفيه شنيه محمد احمد مصطفى الشرفي وكلهم هذوما لحن لهم صليحه عزفها معاها في فرق غزالي وعمل استخبار حلو ومحمد احمد اهم العينين الاستخبار نتاعو اما صليحه لحن لها ساق نجعك بالرنه ساق نجعك ساق وما فرق ما بين ساق نجعك ساق وغاش ولفيف اكسيتيرا ايوه والاخرى واللي لحنها قدور اصرار في أيوة. ساق نجعك برنه فشوة السحاري اكسيتيرا ما شاء الله ايوه اذا الاخبار المتداوله او يعني الخطا الشائع نحب اذا كان نحب نقوله انه ناس كل يعرفوا ساق نجعك ساق اللي هي من الحان المرحوم قدر اسره مكتوب حتى في الانترنت وفي المواقع لا 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 هي من التراث ولكن ساق نجعك بالرنه 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 هي هي من كلمات والحان قدر اسره ايوه وموجوده على مسجله عندكم موجوده موجودة حتى معناتها عودت انا معناتها خليتها بطريقتي انا وسجلتها مع العازفات وزعتها وخدمتها مع فرقة العازفات فرقة العازفات حكاية اخرى حكاية كبيرة باش نرجعوا لها تباعا معاك بالطبع لاني هي سبق في الموسيقى النسائية التونسية وان شاء الله باش نرجعوا لها تباعا اي وعندنا بعض الملاحظات والاستفسارات والتعليقات من كرونيكور الحصة مراد بشير تفضل خويا مراد معك امينة على المباشر على السلامة اختي امينة الشحوالي مرحبا سي مراد يرحم سي قدور لبس عليك الحمد لله. الحمد لله على فكرة الحمد لله. احنا راي فما هكا قرابة راهو هكا بين بعضنا شو باش تعرف الدنيا أيوة. قديش صغيرة هذه فهمتني أيوة. زينة قرندل اللي هي خالة سي قدور هكا دار قرندل في تونس مماتي قرندل يا عيني عليك يا عيني عليك صحيح هذيك فصاحي فاطمه قرندل هذيك يعني معناها زينه اختها زينه اختها ما عندها اختها اسمها زينه اي هذيك يعني حمات خالتي شو معناها الدنيا انا تحكي لي مماتي اللي يقربوا لبعضهم الناس يقربوا لبعضهم طبعا انا تحكي لي مماتي كيفاش كان سي قدور كي كانت تمشي لتونس كانوا يهزهم للرشيديه وكان كيفاش معناها يجيهم في الفروحات وفهمتني ولا وتحكي لي في عندي مامات يعرفوها زاد الزملاء الفنانين الحاجة فاطمة الحاجة فاطمة لحيشي وكانت تحكي لك تقول لك اللي هو بوغوس اي جميل يعني انا نشوفوها اي تقول لي راهو معناها شباب معناها ما في كل وقت ذاك وفي كل الاناقة هذيك وفي النظافة وكل واحد فهمتني وغرمهم هو غرمهم بالملوف انا عندي توامماتي انا الله يرحمها هي توفيت يعني حفظنا عليها هي الملوف منين حفظته الملوف من رشيدية والفضل يرجع لربي ولسي المرحوم قدور اسرار باش تعرف الدنيا معناها قديش معناها الدنيا صغيره هذيا معناها واحد والله والنبي جميل انا حبيت نسالك اختي امينه بالنسبه يندرى العيله نتاع سي قدور عيله فنيه معناها من قبل سي قدور وكذا فهمت معناها الغرام منين جاه هو بالضبط كيفاش الحق نتاع ربي بوه لا ابسوليمون با خواته اما 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 خوه اخوته من سي محمد سرارتي وعم الطاهر اللي كان معناتها فنان معناتها ممتاز عازف على انس الكمانجه بالطريقه التقليديه يعني اللي يحطها على ركاب على الركبه وكان عازف ممتاز على آلة البيانو أيوة. تسمعوا انتم ريت وقت
عبد العزيز العروي يبدا يحكي فما كذريبات يعني مصاحبه هذوك هي هذوك من العصر طاهر السرارتي. ويقولوا زاد اللي اخته زبيده هكا واش عمتك عمتي زبيده اي لا لا ريتني تو هذه مش موجوده في الانترنت مش موجوده مش موجوده هذا معنى اسرار عائليه ولا من عندي انا لا كوزينه تاعي يقولوا زاد اللي كان صوتها حلو ياسر معناها في معناها في نطاق العائله هي 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 البنيه الوحيده اللي جابتها ما غرامير امي فاطمه البقيه كلهم اولاد كلهم دي غارسون هي الحمد البنيه لله الوحيده اللي تعنا فاميلي الحمد لله شرف كبير لينا اي اي والله الاولاد الكل مغرومين هما اللي مغرومين ما نعرفش بتيتر قبل قبل الجد نتاعهم هو بلكشي ما نعرفش اما الاولاد عمي محمد هما اللي كانوا معناتها دخلوا وعمك عبد الرزاق زاد عمي عبد الرزاق مشان نحكي لك عمي محمد وعمي الطاهر هما اللي دخلوا في الـ في الـ في العمل يعني في الـ في في البروفيسيوناليزم ايوه معناتها في الفن ولكن عمي عبد الرزاق يعزف العود ويغني معناتها البقيه لي زونفون هما بيدهم جاوا فنانين اما امينه هي معناتها في العائله الكل عائله السراد في الكبيره الكل امينه هي الوحيده اللي عملت اللي درست الموسيقى معناتها على اسس صحيحه اما البقيه كلهم راهم يتذوقوا الفن وفنانين واللي يعزف واللي يغني واللي يشرح الكلهم معناتها في دمهم الفن في دمهم معناها امينه كي تتلقاو في اي مناسبه عائليه والا فرح ولا اي شيء اكيد تعملوا جو حلو ما نستحقوا حتى حد تيرونجي يقولوا امينه ما نستحقوا حتى حد من برا تعرف يقولوا من جهه مماتي معناتها امي فاطمه اللي هي اندلسيه اندلسيه عائله قرند العائله اندلسيه اي عائلة أندلسية والجهة متاع معناتها عزيزي تركية معناتها من هنا ولا من هنا فما الفن ما شاء الله الفن يتدفق من كل مكان ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله يعيشك إن شاء الله ربي يخلينا ديما هكا زاهية أمين يا رب إن شاء الله والله حبيناك أنت تكون معنا في الاستوديو وجهت لك الدعوة رسميا وقلت لك بتجي بحذانا لكن مش مشكل دعوة مفتوحة وقت اللي تتمكن باش تكون بحذانا في أي وقت إذاعة الحياة فام إذاعة الصحة بالقيروان ترحب بيك في الأولى طبعا انت عزيزه وغالي علينا تشرفنا في كل وقت لكن مازال الحديث متواصل معاك وحديث ذو شجون حبيت باش نسمعوا مع بعضنا شويه من اكستري من فريق غزالي وحبيتك تاكد لي المعلومه خذيتها مشافهه من عند احد كبار العازفين في الوطن العربي وفي تونس وهو الفنان رياض عبد الله يقول لي انه الاستخبار اللي في المزموم او هو في محل العراق الاولاني اللي تم هو بانامل المرحوم قدور السرارفي استخبار كمان جو ما فما زوج استخبارات صحيح باه واحد رضا القلعي وواحد قدور السرارفي باه ما تاكد لي المعلومه ذي صحيح ابرز العازفين على ارش كمانجا في تونس بالطبيعة وانت تتذكرش انا هو منهم اللي في اي مقام ما نذكرش بالضبط لولاني اللي في المحل العراقي توا جوني با اون تيت الحق من هكا باش نسمعوه توا مش مركزه باش نسمعوه ما بعدنا باش مستمعينا الكرام ما يقعدوش يسمعوا كان في الحوار يحبوا يسمعوا شويه فن وشويه غناء نهديوا لهم هذا الفوندو بصوت المطربه صالحه واللي فيه استخبار حلو برشا بانامل المرحوم الفنان قدور السرارفي خليك معنا امين
الذهبية الحلوة متاع المرحوم الفنان قدور السرارفي اللي صاحب كبار المطربين والمطربات، وسمعناه توا في استخبار حلو على آلة الكمانجا، ونالنا شرف وجود ابنته العزيزة الغالية المايسترو أمينة سرارفي. شنو رأيك أمينة في اللي كنت أسمع فيه؟ أنا باش نقول رأيي خلينا نتمتعوا نوستالجي نتمتعوا والله آوي آوي متعة يا أمينة والله متعة للعزف هذا والجو هذا مفقود توا اللي نقص صار. برشا اللي نقص برشا في عهدنا احنا لكن هاو كثروا توا ما شاء الله لي كلوب دو شون اللي يحكيوا عليهم قاعدين يعملوا في برشا موسيقى وبرشا بين الظفرين. شو رايك؟ اي نحب نصحح شويه، مش كلوب دو شون مي كلوب دو ديفيرتيسمون. ايوه حتى انا باسكو نهار اللي احنا نوليو نفهم قيمة لو شان. أيوة. غناء ماهوش سهل، الغناء راهو صعيب. صحيح. لازم واحد مش هكا يغني ويتمتم في داره حتى يصبح في كلوب دو شان، حتى يصبح يحسب روحه بروفيسيونيل. نو شنو اللي نشوفه فيه على الساحة تو؟ لو شان عنده القواعد متاعه، عنده معناتها العديد من الأشياء اللي لازم يتبعوها افيك ان بون بروفيسور دو شان، والبروفيسور هو بيدو اللي يكون متعلم لو شان اكسيتيرا. هذا هو. انتوا نشوفوا شوفوا لي كورال في دوروا لي شان فرانسيز وشوفوا لي كورال، فما علم 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 علم. ما تشوفش اللي يعني دخلت فيها امور تجاريه. اي احنا انا انت تقول كلوب ان كلوب دو شان كلوب دو ديفيرتيسمون، يحبوا يتفرجوا تفريب ولا يمكن الناس تحب تتفرج تفريب بالحق. اما المعنى الحقيقي للغناء كلوب دو شان بالحق سي اون كورال اللي باش فما البعض اللي يخدموا معناتها في القدا، وفما البعض الاخر ماشي باش يتفرهد ماشي يحب يعمل فول ريلاكس. معناتها باش نقول لك فما اللي يحبوا بون في لي كونديسيون اللي موجودين توا في تونس ستريس، معناتها يعمل كلوب دو شان باش عنده مدخول اللي هو داير. وحتى ولو حتى المطربين اللي عاملين دي كلوب دو شان ان شاء الله يكونوا يعملوه على طريقه صحيحه، معناتها يخليوا الناس باش تغني معناتها بطريقه صحيحه ويعلموهم الغناء بطريقه صحيحه. باهي وهنا وين أمينة سرارفي لهنا؟ أي أنت وين من هنا؟ معناها شنو هو دورك أنت ولو أنت عندك يعني مستوى أكاديمي وعندك يعني ما شاء الله إشعاع وطني وعربي، علاش ما تكونش أنت في الساحة وتعمل مثلا تواصل؟ ما أقولكش تعمل، أنت عملت ما اللي ما عملوا حد، لكن تواصل المسيرة متاعك باش تنظم نوعا ما يعني هالنوادي هذه. سؤال اسمعني، انا مانيش غايبه على الساحه، انا دائما موجوده وديما قلبي على تونس، واي حاجه نشوفها ماهيش باهيه معناتها جو سوي ان كونتاكت مع السيده الوزيره، مش معناتها ما نبعث لها نعطي لها الاراء نتاعي، نعطي لها الاقتراحات نتاعي، نعطي لها ومع الاسف انه في با ابيل اموا معناتها الفنان ديما تعرف مو عنده، خاصة فنان كيف يكون مثقف، كيف يكون مخه معبي، كيف يكون عنده رؤية، كيف يكون فما اون فيزيون، ويكون معناتها لو ريسبونسابل ما يمشيلوش وما ياخذش افكار وما ياخذش. هذا هو اللي مؤسف، معناتها انا نشوف في العديد من الاشياء اللي ماهيش ماشيه بالكدا في الميدان نتاعي، في الميدان نتاعنا نعطي رايي نقول راهو هاو كيفاش يصير في جميع ما راهو هاو كيفاش نصلحوا هاو كيفاش نعمل في تعليم الموسيقى في تونس في الساحه الفنيه في تونس كل شيء، معناتها هذا الكل موضوع كبير جلومين نوار سور بلون ونحطوا، ومع الاسف معناتها ما يكونش معناتها مش انا برك، فما العديد من الفنانين اللي عندهم ما يقولوا وينجموا يصلحوا العديد من الوضعيات في الميدان الفني، ومع الاسف ما يلتجوش ليهم هما وما يقولوا لهمش معناتها شنو لازم يصير. معناتها انا نشوف في العديد من الاماكن اللي يعينوا عباد اللي هما ما همش ما عندهمش حتى علاقه بالفن وبالموسيقى، ما يفيدوش حتى لو عندهم علاقه حتى لو عندهم علاقه ما عندهمش اضافه. هذا اللي قاعدين هذا اللي نحبوا الاضافه كل محتاج الاصلاح. اما ما تقولش امينه ما هي بعيده على ابدا لا ابدا شغله، وقاعده نلاحظ في العديد من الاشياء، وقاعده
معناتها بكل مجهودي، معناتها نحاول باش نعطي معناتها لبلوس، نحاول باش ننصح، نحاول باش ان شاء الله يسمو، ان شاء الله يسمو. يد واحدة ما تسقفش، اذا هذا ايضا نضم جهود مع بعضنا، فهمت؟ الناس كلها يلزمها معناها تكون كيما امينه، هذه دعوه، هذه دعوه قلبها على تونس، احنا نضم صوتنا لصوتك. اذا كان انت تشوف نعطيك مثال، اذا كان انت تشوف نقابه ونقابه ونقابه ونقابه، شنو معناتها؟ معناتها الفنانين مش متفاهمين، يكون متشتت صحيح. وقت اللي يكونوا الكل الفنانين كل يد واحده، أيوة، ونقابه واحده كما في مصر، واحده تحكم في الكل، صحيح. في الممثلين والعازفين والمطربين، وقتها يكون وقتها تكون الدوله تسمعك، صحيح. تكون انت قوي. فهذا من 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 منبر هذايا من 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 عندي انا، يحاولوا باش الفنانين الكل ينساوا الحسد، ينساوا البغض، ينساوا العرك مع بعضهم، اللي يخدم ربي عينه واحد ويحطوا اليد في اليد، يا امين، بدون الحاجات هذوما سافيني. انا نقول سي دي مودي تعداو، معناتها ما عادش لازمنا نخمو هكايا، فهمت؟ اذا كانت تكون نقابه واحده وكبيره وقويه، الدوله تو تسمعنا. صحيح، ونحن ايضا نضم صوتنا لصوت امينه، وان شاء الله المهتمين بالشان الموسيقي والفني في البلاد يكونوا واعين بهذه يعني المسائل والامور هذيا، وان شاء الله يكون فما انعكاس ايجابي على الميدان الفني اللي كلنا نحبه مصلحته ونحبه انه يتطور. اذا امينه سرارفي كانت معك مداخله حلوه برشا، وفيها الاضافه وفيها الافاده، وان شاء الله ما خديناش من وقتك برشا، حبيناك تفتتح معنا هذا البرنامج، تشرفنا بيك، وان شاء الله ايضا تشرفنا في القيروان في اول فرصه ونلتقي معك، وان شاء الله ربي فضلك، ونقول لك ان شاء الله ليتك زينه، ليتك زينه امينه، خليك وربي فضلك ولنا عوده ان شاء الله، يرحم سي قدور، يعيشك، شكرا، بارك الله فيك، الى اللقاء، شكرا.